حقيقة المخاوف. مرة راحت على جنينة عملت بلعبة اسمها المونكي بار، وقعت وانفج راسي كتير، اتوجعت كتير، نزل دم وحطولي كتير قطب، بس طبت ومشي الحال. جاءت رحت على الجنينة نفسها ذاتها ولعبت باللعبة نفسها ذاتها، وقعت وانكسرت ايدي، حرمت وحطيت الزبطين 3 أسابيع، حرمت من الباسكت، حرمت من الباسكت، حرمت من السباحة، حرمت من القدم، حرمت من كتير شغلات. كنت روح على الجنينة وتأملها للعبة وبيكون بدي أعملها بس خاف. بتذكر وقت انكسرت ايدي وانفج راسي، بس مرة من ذات المرات راحت على الجنينة طلعت علي بشجاعة وعزم. برافو. تحديت حالي واستجمعت قواي وقدرت أعملها كلياتها، وكنت كتير سعيد. وبدي كل من يسمعني إنه يكسر حاجز الخوف عنده ويحوله لصديق، وشكرا. خلونا نشوف الفيديو تبع كريم اول، خليك معي.